اي نعم، تقدر تكمل. بالنسبة الى، يقول الاخ صادق، بعد ما اخلص الدبلوم حبيت اكمل بكالوريوس، هل يصير؟ يصير تكمل بكالوريوس، بس مش عندنا بالمعهد، بالكلية التقنية وعندهم هذا الشيء متاح، ولكن بفلوس حسب ما اعرف. اوكي. بالنسبة الى التدريب، طبعا في تدريب عملي وفي تدريب نظري. والتدريب العملي بالنسبة للكهرباء، احنا عندنا 4 معامل الكهرباء ومجهزة بتجهيزات جيدة جدا، يعني تحاكي المناهج اللي مطلوب الواحد يتعرف عليها. بالإضافة طبعا الحمد لله، يعني من خلال علاقاتنا مع عدة شركات وجهات، احنا ننظم زيارات ميدانية للشباب أثناء التدريب، بحيث أن الشباب أثناء التدريب، احنا منسقين مثلا مع شركة سكيكو، لما يتدرب في الكهرباء يروح يزور بعض محطات الكهرباء اللي في سكيكو، أو يزور مصنع للكنترول بانلز في الصناعية الأولى، أو يزور مصنع في الصناعية الثانية أو في صناعية أخرى، بحيث أنه الشخص هذا أثناء التدريب هو يروح فعلا ميدانيا ويشوف الأشياء نظريا وعمليا قدام عيونه، مو بس في الكتاب أو مو بس بالتلفزيون أو بالجوال أو whatever. أوكي. ففي تدريب عملي وفي تدريب نظري. احنا نحرص اعزائي في المعهد انه كل متدرب يحصل على اعلى معايير المعرفة والمهارة والخبرة. لذلك عشان نعطي المعرفة، في مناهج نظرية كثيرة، وفي كتب، وفي ملزمات، وفي منصة مودل للتدريب. طبعا هذه منصة مودل معتمدة لدى كثير من الجامعات يعني والمعاهد في المملكة وخارج المملكة، هي منصة معروفة دوليا، يعني حتى بعض الجامعات المحلية هنا تستعملها.